أخبار اليوم. بنرحب بحضرتك ونقول لك منور ليالي مهرجان دبي السينمائي. في البداية نتكلم عن التجربة في المشاركة في مهرجان دبي السينمائي لهذا العام، كلمنا عنها ودي المشاركة رقم كام؟ هاي المشاركة رقم 3، يعني أول مرة أجيت بال 2007 وبفيلم وثائقي اسمه ظل الغياب وفاز بالمهر البرونزي، والثاني بال 2009 بفيلم كما قال الشاعر عن الشاعر محمود درويش بعد ما رحل، وهاي المشاركة الثالثة بفيلم قصير اسمه الحقل القرمزي The Purple Field. وهذا الفيلم شوي ظروفه خاصة لأنه عملته بالنمسا عن طفل فلسطيني عمره 14 سنة لاجئ نزح من سوريا خلال الحرب قبل سنة ونص تقريبا على تركيا على اليونان بالبحر طبعا على مقدونيا كوسوفو صربيا بلغراد هنغاريا لوصل على النمسا وعمل لجوء، والآن الولد دخل المدرسة وماشي أموره. لكن الفيلم أنا عملته بدون أي ميزانية نهائيا بمساعدة من جامعة الفنون في مدينة لينز النمساوية في النمسا العليا مع طلاب الماسترز بالإكويبمنتس الكاميرات والصوت والمونتاج وكل شيء كان من الجامعة، تطوع مبادرة فيها نوع من التضامن مع قضايا المهاجرين والوضع في سوريا. فبس يعني بعتنا بعد ما خلص الفيلم وبعتنا working copy لدبي فاستقبلوه يعني اختاروه للمسابقة الرسمية في المهر القصير، وهذا شيء أسعدني جدا وأسعد الشباب النمساويين اللي اشتغلوا معي وجامعة الفنون في لينز، وكان شيء عظيم جدا يعني بالحقيقة. كنت متوقع انه بس يخلص الفيلم انه ممكن نبعته يتم، لكن كانت فرحة اكبر لانه ظروف العمل كانت خاصة جدا، مش مشروع انا اشتغلت عليه سنوات كما عادة بشتغل سنوات في البحث والكتابة حتى انجز الفيلم. هذا كان ابن اللحظة من معرفتي بهالولد وعمل الفيلم بأربع أيام، صورنا الفيلم وأخذ شوي المونتاج وقت طويل لأنه المونتيرة ما كانش عندها كتير وقت، كانت عم تشتغل على أفلام تانية هي محترفة بس بالجامعة يعني. فكنت سعيد جدا أنه تم اختياره وأنه أجينا لهون حتى نعرض فيلم عن حكاية اللاجئين بدون ضجيج وبدون دراما، يعني ولد بيحكي حكايته بدون ما نشوف كل الأشياء اللي عرفتها الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي من صور الموت والغرق والبواخر اللي عم عرفت كيه، حكاية بتحسيها من خلال السرد ناريشن تبع الولد كيف ترك والخوف اللي أصيب فيه في سوريا والخوف اللي صابه بالرحلة تبعته حتى وصل إلى فيينا، وبعبر فيها عن مدى سعادته أنه وصل وبده يبدأ حياته، وفعلا هو بدأ حياته وهلأ دخل المدرسة وعم بدرس وإن شاء الله يكون عنده مستقبل حلو وبعدين يرجع على سوريا. فكرة تناول الأعمال الفنية للقضايا اللي بتبقى حساسة، فكرة اللجوء والمعاناة بتكتسب دايما مشاعر الناس، هل كانت حضرتك في البداية أنك يهمك تطرح موضوع زي ده ولا كنت أنت عشان العمل والقصة عجبتك؟ يعني بنلاقي دايما الجمهور منحاز لأي قضية بتبقى فيها تعاطف أو فيها الجانب الآخر المقهور يصعب عليه، يعني وأنا حاولت أبتعد عن أي ابتزاز عاطفي بالفيلم بصراحة أو أي دراما أوفر دراما اللي تفرجي مأساة اللاجئ. إنه المشهد الأول بالفيلم بنشوف الولد طالع من غابة وبصل على حقل في زهور لونها قرمزي بيربل، وهي هاي الحكاية بالمشهد الأول، والباقي هي تنويع تفاصيل كيف وصل وكيف شو عم بيعمل وين قاعد والمدرسة والنوستالجيا اللي عنده لأمه وأخته التوأم اللي بقوا في سوريا والخوف اللي عليهم، بس بدون ما ألجأ إلى تضخيم المأساة. هي حكاية بسيطة تدريجيا ممكن واحد إذا شاف الفيلم شوي شوي بحس بأنه هالحكاية الولد عم تعكس حالة العزلة والخوف
والوحدة. الرسالة اللي انت كنت بتقولها هي هاي يعني ما فيش يعني مش المقصود انه التعاطف، لانه التعاطف حتى اي تعاطف الان مع الشعب السوري لن يجدي، لانه كل الناس اعتقد الانسانيين اللي عندهم حس انساني بسيط متعاطفين مع مأساة الشعب السوري، لكن لم يستطع احد ان يقدم شيء. تعاطف انك نفهم شو اللي عم بصير، ونفهم ليش هذولا ولد عمره 14 بترك من الخوف والرعب اللي عاشوا في سوريا. اللحظات اللي حضرتك عبرت فيها من خلال العمل كان فيها لحظات مستوحاة من قصص حقيقية، مشاهد حقيقية انت شفتها، ولا كلها كانت من وحي الخيال؟ لا لا، هي كلها من الاشياء اللي عاشها الولد. يعني هو ما فيش انعكاس لاي شيء ماضي، هو عم نحكي باللحظة احنا. وفعلا هو مثلا عاش بالغابة مع ولقى الاف من الناس، الاف قال لي يمكن شيء 2000 واحد افغان على اكراد، على سوريين، على فلسطينيين، على ايرانيين هايمين بالغابة وبخافوا من البوليس، وبدينش يطلعوا على المين رود لأنه بدين يصلوا على مثلا أوروبا، على ألمانيا أو النمسا. ف29 يوم عاش ولد بغابة حتى يقدر يصل على النمسا بمقدونيا، يعني مسافة هائلة جدا. فهذا التجربة هاي تجربة كتير مخيفة، لكن أنا طبعا ما كنت معه، يعني ما صورت الرحلة كما حصلت، هو حكى الرحلة. عرفتي؟ ولما وصل على النمسا ارتاح، فأنا يعني وضعت النمسا كأنما هي البيربل فيلد، الحقل القرمزي اللي ريحه، لأنه بقول أنه أنا شفت زهور عمري ما شفت لونه بحياتي، حقل واسع من الزهور القرمزية. حضرتك بتتفق معي من المعاناة ما يخلق الإبداع، يعني الشعب الفلسطيني بيعاني، وأخرج مؤخرا على السيف اللي كل الناس دلوقتي بتحكي عنه، يعني كان موهبة فنية غنائية، يعني معاناة الشعب الفلسطيني بيخرج من عز المعاناة، يزال في أمل تخرج مبدعين بكل المستويات الإبداع الفني. يعني المعاناة هي مهمة لروح الإنسان، أنا برأيي أن نشهد المعاناة، أن نعيش المعاناة، هي بتطور إنسانية الإنسان. لكن مش شرط أن تعمل إبداع، يعني مش كل معاناة بتعمل إبداع. عرفت عليك؟ لأنه الإبداع مسألة أخرى، يعني الإبداع بدخل فيه الخيال، وبدخل فيه الثقافة، وبدخل فيه الخلفية الاجتماعية، وبدخل فيه الموهبة إذا بدك. لكن يعني لما نحكي عن معاناة شعب وتكون متوفر الأسس للإبداع، فهون بصير الشيء المهم. يعني عرفتك؟ فالشيء المهم لأنه نقدر نوصل هاي حالة المعاناة إلى الناس، أو نخليهم يقتربوا من المعاناة، وليس أنه نعيشوها، يقتربوا من أجواءها. يعني أنا برأيي معاناة البشر أهم وأكبر من كل إبداع. كيف ترى؟ ولن يستطيع مبدع أن يعبر 100% عن الإحساس بالمعاناة، هذا شيء مستحيل بكل الحالات. يستطيع أن يجعل المشاهد يقترب من هاي المعاناة، يفهمها، بس أنه أن يعيشها مستحيل. حضرتك شايف دلوقتي الواقع العربي اللي احنا بنعيشه الان دلوقتي، هل متفائل بالصوره؟ هل شايفها ازاي؟ انا متفائل على المدى البعيد، على الرغم من كل الدمار والموت اللي موجود في في عالمنا، خاصه في سوريا، بالعراق، على الرغم من ذلك بفلسطين طبيعه الحال، انا متفائل في المستقبل، لانه بقول انه الثورات العربيه شو عملت؟ اهم انجاز عملته الثورات العربيه من تونس الى سوريا، أنه حررت الإنسان العربي لأول مرة منذ عقود من الزمن من الخوف، الخوف من السلطة، الخوف من الزعيم، الخوف من الدكتاتور، من الرئيس، من القائد، الخوف من أنه من الحكي، من حرية الحكي أنه يعبر عن نفسه. هذا إنجاز كبير، خطوة أولى لمستقبل. عندنا تناقضات المجتمعات العربية مركبة عليها على أساسها منذ نهاية الاستعمار القديم الفرنسي والبريطاني في منطقتنا. هاي التناقضات موجودة، من حلت الأنظمة اللي إجت بعد الحرب العالمية الثانية استلمت المنطقة، وبعد
لم تحل أي مشكلة ولا أي تناقض من التناقضات المدمرة داخل المجتمعات العربية نيمتها، وإجت قضية فلسطين واحتلال إسرائيل لفلسطين وتأسيس دولة إسرائيل حتى تنيمها أكثر للتناقضات الداخلية باسم فلسطين. يعني النظام العربي منذ وجود إسرائيل قهر شعوبه، الأنظمة العربية قهرت شعوبها باسم فلسطين وتحرير فلسطين، والناس قبلت، الشعب قبل، وحتى الفلسطينيين إلى حد ما قبلوا أنه، وصار الآن يعني بتلاقي حد بدافع عن بشار الأسد لأنه بيعتبروا أنه بشار الأسد هو مقاوم لإسرائيل وهو لم يفعل شيء. آخر طلقة أطلقها بحرب أكتوبر 73، يعني من 42-43 سنة. طب وين وهو عم بقتل بشعبه وبالشعب اللبناني وبالشعب الفلسطيني وبالشعب العراقي؟ طب وين فالتناقضات الآن تفجرت لأنه صار في حرية. حتى التناقضات الطائفية والمذهبية وكذا تفجرت لأنه ما عادش في حد قادر يسيطر على الواقع. فلذلك أنا بقول المستقبل للشعوب، للشعوب 100% المستقبل للشعوب. راح تأخذ وقت، راح يصير في خسارات كثيرة، لكن بالنهاية هي المستقبل للشعوب، لأنه خلاص ما عاد حد يخاف. يعني شوفي أنت كيف الناس عم تحكي، يعني شوفي مصر ما كانش حد يحكي قبل ثورة يناير، وبعدين إجوا الأخوان وبلشوا يحكوا، وبعدين إجى السيسي وبلشوا، وبعدين عم بيحكوا الناس هلا عم بيحكوا. ما عادش حد يسكت الشعوب، بدها تحكي، بدها تعبر عن نفسها. أكيد. نفس الشيء بتونس وبسوريا وب متوقع ده ينعكس على السينما، يعني الناس دلوقتي بقت تطرح يعني كل شيء. أمين، ما هي شو السينما؟ يعني السينما ابنة الواقع. يعني مش رح نعمل فيلم ساينس فيكشن، عرفت عليك؟ السينمائيين العرب بدهم يعملوا إشي له علاقة بالواقع اللي عايشينه. فبالتالي هلا كيف بنفهم هذا الواقع؟ هون السؤال، كيف بنعبر عنه بالسينما؟ هذا السؤال، كيف بنعبر عنه بالرواية؟ كيف نعبر عنه بالشعر؟ كيف نعبر عنه باللوحة الفنية التشكيلية بالموسيقى؟ أنا بشوف إنه بده وقت حتى يطلع شيء. هلا الناس بتطقش شوي، هون بتعمل له فيلم قصير، هون بيعمل له فيلم طويل، بقول إني أنا عم بعبر، يعني بياخذ جانب ما، بس القصة بدها وقت طويل جدا حتى ينوجد عمل إبداعي مقترب إلى حد كبير من الواقع اللي عايشته الشعوب العربية. أنا برأيي حتى الآن ما في، معاناة الناس أهم من كل شيء. أكيد، أهم من كل شيء. بعيدا عن السياسة بقى، نعرف أي شغل حضرتك الجديد في الفترة اللي جاية؟ هذا الشيء اللي مش رح نحكي عنه. عندي مشروع، أنا صار لي فترة عم بعمل ريسيرش بالنمسا، يعني مشروع بالنسبة لي مشروع كبير. حضرتك متوجه دائما للنمسا؟ لا، أنا لأني صار لي سنة وعم بعمل ريسيرش يعني على مشروع شوي له أهمية في يعني بدي أربط شيء ماضي من شيء 30 سنة بالواقع الحالي، وخاصة بمفهوم الإرهاب. يعني ما هو، يعني كان زمان بالسبعينات ونهاية الستينات وبداية السبعينات كان في إشي اسمه إرهاب بأوروبا، والفلسطينيين اتهموا أنه إرهابيين والعالم كله تاب أنه. الآن في إرهاب آخر، الإرهاب الحركات الإسلامية، إرهاب مدمر يعني مش بسيط، عرفتي؟ فهذا الشيء، طب هذا بصير الواحد يقول أين الإرهاب الجميل مقابل الإرهاب اللي عم بصير الآن؟ يعني عرفت عليك إنه هذا شيء، إن واحد بيجي بروح بفجر حاله بقتله 300-400 بني آدم ما إلن علاقة بشيء. يعني كانوا شوي فلسطينيين أو الحركات اليسارية الأوروبية بإيطاليا ولا بألمانيا ولا بفرنسا، ولا كانوا يعملوا يطخ واحد، يخطفوا مسؤول، يفجروا شغلة. الآن عم بتفجر شعوب، يعني مئات من البشر عم بتموت. ففي بعض الشخصيات اللي عاشت بهذيك المرحلة أنا عم بحاول أني أبحث عنها، بعمل بحث لعمل هذا الفيلم بارتباط السبعينات وشو اللي عم بصير الآن. يعني شوي صعب وراح يكون مكلف، لذلك عم نشتغل شوي شوي، وممكن يكون في مساعدات في النمسا عشان هيك أنا موجود. الله، إحنا بنتمنى لحضرتك التجربة جميلة، ونشوفها إن شاء الله مشاركة في مهرجان دولي ونحضر إن شاء الله. شكرا، شكرا لك، شكرا.